لقد عرفنا ان مهرب المخدرات يقتل، فنرجو من فضيلة الشيخ الدليل القاطع على هذا ليكون حجة للدعاة الى الله ولعلهم يعرفون هذا اذا حصل عليهم. قرر هيئة كبار العلماء حين درسوا احكام المخدرات وما حصل بها من الشر العظيم على المسلمين والفساد الكبير والضياع الكثير من الشباب وغيرهم بسبب تعاطيهم هذه المخدرات والمخدرات واصرارهم عليها وادامتهم لها، ونظروا في كلام أهل العلم وتقرر من ذلك أن الذي يهربها من هنا إلى هنا يجب أن يقتل لفساده في الأرض، لأنه من باب الفساد في الأرض، ولأنه أيضا أشد من المحاربة. إذا كان المحارب الذي يأخذ أموال الناس في الطرقات يقتل، فهذا الذي يفسد عقول الناس أولى بالقتل. أما الذي يروجها بالبيع والشراء فهذا يؤدب ويعزر كما يراه ولي الأمر بسجن وأدب، فإن ارتدع وإلا وجب قتله، لأن قتله فيه حفظ لعقول المسلمين وحفظ لحياتهم. فكان من رحمة الله العباد أن شرع التعزير بالقتل لمن لا يردعه الأدب بالجلد والسجن ونحو ذلك، وهذا وجه ما صدر من الحكم في ذلك، لأنه من الفساد في الأرض، ولأنه أشد من المحاربة التي هي أخذ الأموال بغير حق في الطرقات ونحوها أو في البلاد بالقوة. فإذا كان الذي يخلو أموال الناس أو يخيف الطرق يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله، فالذي يسد عقول الناس ويهرب ما يضر عقولهم ويسد عليهم دينهم ودنياهم أولى بهذه العقوبة، نسأل الله العافية.